شغلتك ناكت يا ابو هشام. انا من فتره اجتني نفس الحركه اللي جايتك، وليكني طلبت منها بلا ادويه بلا مصاريف بلا طعمه. ايه بس انا عم باخذ دواء وما عم بتحسن. لك يا ابني، اذا كان حكيم الحاره مانو فهمان شو وجع ابوك، روح شبله الحكيم اجو. طيب يعني هذا شلون بيحكم عمي ابو عطا؟ شلون يعني؟ بيفحصه بيعطيه الدواء المناسب لمرضه. ايه بس اجوب ما راح يطلع افهم من حكيم الحاره ومن ابعدناه. لك يا ابني، هذا الحكيم كان فايت طالع على الوالي والحكم دار لما كان الاسم اللي عنا، وما في حدا بالدوله الا بيعرفه. زلمه فهمان كثير، فهمان شغله. اجوب حكيم فهمان تعلم بلاد برا، وغير هيك عنده دواء تقول مثل السحر، اول ما بياخده المريض بيبين الفرق. برضاي عليك يا هشام، بكره روح جيبه. ليش بكره يا ابو هشام؟ ليش بكره؟ روح يا ابني، روح هلا جيبه. هلا دغري على الحارك عم يبعطها دغري. ايه الله يرضى عليك، بسرعه. ايه بسرعه، يلا عمو يلا. ان شاء الله راح الشر يا ابو هشام، ربنا بعد اسمه خلق الداء وخلق معه الدواء. يا ابني يا هشام، خذ لنا طريق يرضى عليك. امرك شيخي امرك. معافى يا ابو هشام معافى. الله يعافيك يا سيدنا، شكرا. ما زال الباس ان شاء الله. الحمد لله، طمنا عليك وعلى صحتك يا ابو هشام. انت الحق عليك يا خالتي. يو بشو الحق علي؟ تركتي بيت الصواف ورحت ندرتي لي لبيت البكواتي. انا انت شو قصدك نزيها خانو؟ قصدي الشغله يلي صايره بينك وبين الست هند خانو. انا عم بفوت لراسي بنو. لهلا ما فهمت عليكي، بالله تشرحي لي اكثر. يعني بلا منقوديه، يعني ما تزعلي مني. ها خالديه، في مصلحه بيناتكم؟ اه والله في مصلحه، ليش لحتى الواحد يكذب؟ ايه شو هي المصلحه خالديه؟ يا ستي الست هند بدها تبعتني على الحج على حسابها، منيح هيك؟ وشو هو الثمن؟ ها محبه لله بالله سبحانك يا ربي. ايه ان شاء الله ما يكون لك يد بس باللي صار ليله العرس. والله ماني عارفاني ليش هالناس ما عم تصدقني. لك انا والله مو من شان شيء، لك انا بس بدي انه تتجوز صالحه لحتى تلحقها البطيخه زهريه. لا لك طولي بالك شوي، خلص رح تتجوز. اسمعي لقلك خالدي، بدي تلاقي لي عريس لزهريه باي طريقه كان. شلون؟ ما بعرف دبري يا شغلتك.